بوتين لأمريكا. سننسحب من نيو ستارت ولن نشارك فيها. فما هي أساساً هذه المعاهدة؟ ولماذا هدد بوتين بها؟ معاهدة نيو ستارت هي آخر اتفاقية تربط واشنطن بموسكو في مجال السيطرة على السلاح النووي. وقعت في أبريل 2010 ودخلت حيز التنفيذ فبراير 2011. أهم بنودها هي خفض الحد الأقصى للرؤوس الهجومية ب 30% وآليات الإطلاق الاستراتيجية ب 50%، الحد من الترسانة النووية، السماح ب 18 عملية تفتيش سنوياً لمنشآت الأسلحة الهجومية وأماكن الصواريخ. نيو ستارت هي الاتفاقية الوحيدة المتبقية لمراقبة الأسلحة النووية بين أمريكا وروسيا بعد انسحابهما عام 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى. حسب رأيكم ماذا يعني انسحاب روسيا من المعاهدة؟